أهلا بكم في نشرة اقتصادية تأتيكم من عاصمة الخبر، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مديري البنوك المفلسة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري. إضراب نحو 34% من العمال في شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة احتجاجاً على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد. أهلا بكم. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على معدل 220 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع معدلات أوبك بلس. وأضاف الوزير أن العراق مستعد لزيادة إنتاجه إذا قررت أوبك بلس ذلك، مشيرا إلى أن اختار شركات النفط العاملة في الجنوب بخفض الإنتاج ليتماشى مع معدلات أوبك بلس المتفق عليها. تدرس شركة فيرست سيتيزنز الأمريكية إمكانية تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي، ووفقا لوكالة بلومبرغ هناك مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار. وطلبت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع في أمريكا من البنوك المهتم بالاستحواذ على بنكي سيليكون فالي وسيجناتشر تقديم عروض، وستكون هذه هي ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالي. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع المديرين التنفيذيين في البنوك المفلسة. هذا وقال بايدن إن القانون الحالي يحد من سلطة إدارته في تحميل المسؤولين التنفيذيين للبنوك المسؤولية عندما تفشل مؤسساتهم وتدخل الحراسة القضائية كما فعل بنك سيليكون فالي. هذا وأكد الرئيس الأمريكي التزامه بمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالفوضى، مشيرا إلى أن تعزيز المساءلة رادع مهم لمنع سوء الإدارة في المستقبل. رغم تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أزمة البنوك آخذة في الانحسار، فإن تحذيرات تعلو من مخاطر موجة إفلاس جديدة تطول عدة مصارف أمريكية. رئيسة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأمريكية حذرت من أن النظام المصرفي الأمريكي على مشارف أزمة مماثلة لكارثة بير شتيرنز الذي انهار خلال أزمة الرهن العقاري عام 2008، وقلل حينها الاحتياطي الفيدرالي من أهمية هذا الانهيار الذي أصبح فيما بعد مقدمة للأزمة المالية العالمية لعام 2008. يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال من أن ما يصل إلى 186 بنكا في الولايات المتحدة لديها نفس المخاطر التي أدت إلى انهيار بنك سيليكون فالي. وفي ظل المخاوف المتصاعدة، يرى الخبراء أن الحكومة الأمريكية قد تحتاج إلى مزيد من عمليات الإنقاذ لضمان عدم انهيار النظام المصرفي في الوقت الحالي. يتعرض القطاع المصرفي الأمريكي لضغوط متزايدة مؤخرا عقب انهيار بنك سيليكون فالي الذي يعد ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة، سرعان ما تبعه إغلاق بنك سيجنتشر الخاص بقطاع العملات المشفرة. في غضون ذلك، رجح الخبراء أن تشدد البنوك الصغيرة معايير الإقراض للشركات والأسر حتى لو بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وبينما تعود أزمة سيليكون فالي إلى الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فالخبراء يرون أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة سيعني على الأرجح تباطؤا اقتصاديا
وسيعطي إشارات على حالة الذعر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر زوم من لندن الدكتور علي خرشد، أستاذ الاقتصاد الدولي. دكتور، بداية أرحب بك، ما حقيقة وجود عدد كبير من المصارف الأمريكية الصغيرة مهددة بالإفلاس مثل سيليكون فالي وسيجنتشر؟ أهلا بك يا أختي الكريمة، وأهلا بالسادة مشاهدي محطة القاهرة الإخبارية. في الحقيقة انهيار بنك سيليكون فالي ويلي بنك سيجنتشر والبنوك الأخرى دي موضوع متكرر، من لو تفكري من سنة 2008 حينما فلس بنك ليمان براذر. وليمان براذر في الوقت ده كان أكبر البنوك الاستثمارية الغير ريجوليتد أو غير تحت نظام البنك المركزي. البنوك الاستثمارية في أمريكا مثلا زي وده عدد كبير منها غير لا تخضع لنظام البنوك المركزية لأنها بيعتبروها بنوك استثمارية عالمية لها قانونها الخاص ولها طريقتها الخاصة ولها القانون اللي هي بتحطه والأدوات اللي هي بتستعملها اللي تساعد البنك زيادة أرباحه، لكن لا تساعد المستثمر أو المقرض أو المقترض على أنه يستثمر في مشاريع تنموية تساعد الاقتصاد في البلد اللي هو فيها أو في المحيط اللي هو فيه. ولذلك زي ما حصل في 2008 الموضوع بيتكرر تاني دلوقتي في 2023. الموضوع بيسموه في الاقتصاد دينامو إفكت، يعني بنك يقع بنوك أخرى تلحقه، وده موضوع يعني جايز وموجود قوي في أمريكا حاليا ومتوقع. كل الاقتصاديين العالميين بيتوقعوا ان هتحصل بنوك اخرى زي بالظبط سيليكون فالي وبنك سيجنتشر لعدم امكانياتها على تسديد الديون اللي هي اقترضتها من البنوك الاكبر واللي هي اقرضتها الى مستثمرين اخرين استثمروا في مشاريع غير تنمويه لا تعطي دخل على المدى الطويل بل مشاريع تنموية لعمل لزيادة الربح السريع، وده دخلوا فيه ودخلوا في التكنولوجي. والتكنولوجي زي ما احنا عارفين انها كويسة بس ده يعني سريع الأرباح، لكن على المدى الطويل التكنولوجي لازم تدي رد فعل. مثلا التكنولوجي ممكن تستعمل في الزراعة، التكنولوجي ممكن تستعمل في الصناعة. ففي حالة استعمال التكنولوجي في أدوات إنتاجية هتدي على المدى الطويل إنتاج مستمر وسكيور أو إنتاج وأرباح مستمرة. لكن اللي حصل إيه؟ إنهم استعملوا الفلوس اللي خدوها البنوك الصغيرة من البنوك الكبيرة اللي أقرضوها للمستثمرين الصغيرين، إن استعملوها في العملات المشفرة، استعملوها في العقارات، استعملوها في حاجات مختلفة لزيادة الربح السريع، وده اللي أدى إلى انهيار بنك سيليكون فالي وأدى إلى انهيار بنك سيجنتشر ويليه بنوك أخرى. طبعا أنا ما أقدرش أحصر البنوك التانية بالتأكيد. لأن تعرف في أمريكا بالذات أمريكا اللي هي مفروض أن هي بوصلة الاقتصاد العالمي، في أمريكا
ما يقرب من او اكثر من 5000 بنك، لان في بنوك محليه وبنوك في الولايه. طيب دكتور. وبنوك في الحكومه. نعم. ككل، ودي كلها بتنصب في منظومه استثماريه للاسف الشديد انها ينقصها كثير من الكنترول والتعديل. طيب على العموم يعني انا ما تأثير تشديد قواعد الاقراض على الشركات الناشئه، خاصه وان سيليكون فالي على سبيل المثال من اهم البنوك المختصه في الاقراض للشركات الناشئه وللمستثمرين الصغار؟ الشركات الناشئه يا اختي الكريمه انواع، شركات ناشئه انتاجيه وشركات ناشئة بتعتمد على التكنولوجي والربح السريع. أغلب الاستثمارات بنك سيليكون فالي كان مع الشركات الناشئة اللي هي استثمرت في العملات الرقمية واستثمرت في العقارات واستثمرت في أشياء تأتي ربح سريع. لكن في الواقع الأمر إن المفروض إنها المشروعات الجديدة إنها بتاخد وقتها انها تدي انتاج ويبقى انتاج مستمر. ده اللي عمل المشكله مش الربح. الربح ممكن تحصلي عليه دكتور بطريقه علي. شرعيه. نعم. بطريقه انتاجيه وهكذا. هنا دكتور علي سالتك عن تاثير تشديد قواعد الاقراض على هذه الشركات الناشئه بشكل عام. هو مين اللي بيحط التشديد الاجراءات دي؟ الحكومه، والحكومه نفسها بعد 2008 الفيدرالي الامريكاني والمركز المكتب البنك المركزي الامريكاني هو اللي قلل او يعني اقلل الشروط على البنوك الثانيه، ادها فرصه انها تستثمر اكثر علشان يعملوا ربح ويزيد الاقتصاد الامريكاني. طبعا ده كان له سبب ثاني، والسبب الاساسي ان الحكومه الامريكيه عايزه تقلل التضخم، فتقلت التضخم تخلي البنوك تستعمل الفلوس اكتر وتدير البلد بطريقه اكتر، يبقى الفلوس متوفره. في نفس الوقت حطت قيود، القيود غير القيود الصارمه، حطت قيود سهله قوي للبنوك دي انها تقدر تاخد من البنوك الكبيره وتستثمر في شركات ناشئه اللي هي سريعه الارباح، لكن لا تستثمر في شركات انتاجيه طويله المدى زي ممكن تديها انتاج صناعي او انتاج زراعي على طويله المدى. دي كانت المشكله الاساسيه اللي هي ريلاكسينج ذا رولز من البنوك المركزيه على البنوك الاستثماريه. طيب ما توقعاتك لاداء الاسواق العالميه دكتور علي، خاصه مع بدء تداولات يوم غد؟ انا لو اعرف مش هبقى معاكي هنا. دي احنا بنصحى كل يوم الصبح او بننام بالليل على اخر الاخبار، لكن لا احد يتوقع غدا هيحصل ايه وكم بنك هيفلس. المتوقع ايه؟ ان بنوك كتيره هتلحق سيليكون فالي وهتلحق سيجنتشر، لان ابتدت يبان النتائج بانها بقى زي ما قلت لحضرتك بدري انها دومين افكت، يعني بنك بيقع وراه اثنين ثلاثه بياخد تحت. والمتوقع، وانا ده مش توقعي انا، والمتوقع من بعض الخبراء الامريكان انه هتوصل اكثر من 300 بنك هيفلس في خلال الفتره القليله القادمه. انا لا اتمنى هذا، ولا اتمنى انها تيجي للبلاد العربيه او مصر بالذات، لان احنا الحمد لله ما عندناش الادوات اللي هم بيستعملوها اللي تجبر بنك من البنوك حتى المحلية أو الصغيرة إنها تفلس بالسرعة دي. ليه؟ لأن في قيود معمولة كويسة من البنك المركزي على الاستثمارات. ما فيش حد النهاردة، ما أقدرش أروح أنا البنك النهاردة وأقول له اديني مليون جنيه هروح أشتري بيه عملة رقمية، ده طبعا مرفوض. إذا كان المشروع بتاع المليون جنيه مشروع إنتاجي وهيدي إنتاج على مدى طويل شوية، 4-5 سنين او اكتر او اقل، فالبنوك بترحب بكده. لكن كوني اخد فلوس علشان ابيع فلوس واحطها في السوق السوداء واشتري دولار وبيع دولار والكلام اللي بيحصل في الغرب ده طبعا هنا ممنوع. والحمد لله البنك المركزي المصري او اغلب البنوك المركزيه في الدول الاسلاميه عندها تحفظات
عن الاستثمارات الناشئه الغير سكيور اللي عليها ريسك عالي. نعم دكتور علي خرشد استاذ الاقتصاد الدولي، اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشره عبر سكايب من لندن. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي، بينما رفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي. ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي خلال العام الحالي من 22% فقط في نوفمبر الماضي إلى 2.6%. قامت 498 شركة تقنية بالولايات المتحدة بتخفيض ما يقرب من 139 ألف وظيفة هذا العام اعتبارا من 15 من مارس الجاري. جاءت عملية التسريح وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم المرتفع. رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 3.5% في زيادة هي السادسة على التوالي، ويهدف بهدف السيطرة على التضخم في المنطقة. قال المركزي الأوروبي إنه من المتوقع أن تبقى نسب التضخم في التكتل مرتفعة بشكل عالي ولفترة طويلة، ذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية. رغم مخاوف وقوع أزمة مصرفية جديدة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي راهن على قوة ومرونة النظام المصرفي في منطقة اليورو، وقرر رفع سعر الفائدة نصف نقطة أساس لمكافحة التضخم.
الخبراء أرجعوا التزام البنك المركزي الأوروبي بمواصلة مسيرة رفع عسر الفائدة إلى مخاوف من أي تفسيرات خاطئة تعطي إشارات على ضعف القطاع المصرفي. وعقب القرار باتت معدلات الفائدة الأوروبية تقع في نطاق يتراوح بين 3% و3.75%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008. ومع ذلك يتوخى الأوصياء على اليورو الحذر بشأن استمرار تجديد السياسة النقدية، وتخلوا عن التزامهم برفع أكبر لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. المركزي الأوروبي يعد أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارا نقديا منذ انهيار بنك سيليكون فالي الذي أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008. البنك المركزي الأوروبي بدأ العام الماضي دورة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ففي فبراير ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 5.6%، إلا أن البنك المركزي الأوروبي توقع أن تشهد منطقة اليورو انخفاضا في معدلات التضخم ونموا أقوى مما كان متوقعا سابقا في العام الحالي على خلفية ركود في أسعار الطاقة ومرونة أفضل للاقتصاد. قال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة إن 34% من العمال التشغيليين بالمصافي والمستودعات قد أضربوا عن العمل اليوم، ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد لمدة 2 إلى 64 عاما. أعلن المكتب المركزي للإحصاء في بولندا ارتفاع التضخم السنوي في فبراير الماضي بنحو 18.4% إلى أعلى مستوى منذ عام 1996، وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية أكبر زيادة سنوية في فبراير بلغت 27% مقارنة ب 26.6% في يناير. لا يزال التضخم يلتهم اقتصاد الدول حول العالم واحدة تلو الأخرى، وكانت بولندا من المحطات التي مر بها متسبباً في ارتفاع حاد في الأسعار، أزمة كبيرة يواجهها المستهلكون البولنديون حيث يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم نتيجة ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن. وتواجه الأسر ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية والطاقة على وجه الخصوص. وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء البولندي التي تم إصدارها مؤخراً، بلغ التضخم نحو 18.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 26 عاماً. لترتفع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغير الكحولية بنسبة 24% إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل، لتشهد بولندا ارتفاعاً في معدل سرقة الطعام والمواد الغذائية. في رأيي لا يزال التضخم الحقيقي أعلى مما يخبروننا به، تقول الإحصائيات شيئاً ولكن الحقيقة تقول شيئاً آخر. الأسعار مرتفعة للغاية خاصة بالنسبة للطعام مؤخراً. على سبيل المثال بالنسبة للطماطم، في الوقت الحالي يتعين عليك دفع حوالي 20 زلوتي للكيلو، بينما كان السعر العادي حوالي 12 زلوتي. ونفس الشيء بالنسبة للفلفل، لقد ارتفعت أسعاره إلى 30 زلوتي للكيلو أو شيء من هذا القبيل. هذا شيء لم أره في حياتي. وقفزت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 22.7% في فبراير الماضي، ولا زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أوروبا وفاقمت أسعار الطاقة والغذاء، تاركة الأوروبيين في مهب رياح التضخم الجارف.
بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الاقتصادية، كنت معكم فيها أنا فيروز مكي، وبعد قليل تلتقون مع الزميلة بسنت أكرم ووقفة رياضية. لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. أشكركم على طيب المتابعة، من هنا القاهرة عاصمة الخبر.